السلام عليكم، انتم التحقتوا بنا في الاستماع. بكري رامي وسارة كنا في السنغال في بلاد في قارة إفريقية مع أنيس، عطانا أكثر فكرة على رمضان في السنغال. باش نمشيو لبلاد أخرى زادة موجودة في أوروبا من لي بيي سكاندناف اللي هي الدنمارك. معنا سي لطفي بالتليفون، مرحبا. صباح النور. صباح النور. يعيشك رمضانك مبروكة والحاجة سي لطفي لي كل العائلة الكل. بارك الله فيك، رمضانكم انتم مبروك وكل الناس في تونس. يعيشك بارك الله فيك. قل لي كيفاش رمضان في الدنمارك، كيفاش تعيشوا فيه سورتو كي نحكيوا على سنوات انت موجود في الدنمارك؟ عندي برشا، انا عندي فوق من 30 سنه. تبارك الله 30 سنه. اوكي بحسب التراث عندي. تبارك الله. استنست نورمالمون بعد 30 سنه في رمضان؟ ولا استنست اخي، طبعا رمضان بالنسبه لي انا عادي، طبعا سواء يكون في تونس سواء يكون هنا. بنشوف جونا في تونس، واحد كي انا كي نتذكر رمضان في تونس تولي يتذكر النوستالجي نتاع قبل نتاع الصور، وقت كيفاش نعديو في الحومه نبداو نزوروا بعضنا وكل شيء، هذاك واحد يتوحش الجو نتاع قبل. شنو هما الحاجات الاخرى اللي تتذكرهم مثلا على رمضان قبل في تونس؟ ولا نتذكر برشا حاجات، نتذكر وقت كنا صغار كنا نهبطوا باب الفله بالليل نكريو البسكليتات ونبداو نلعبوا في ونستناو في العيد بالدقيقه والدرج. كان ثم كل براءة نتاع الطفوله، كنا عاملين جو في تونس، ثم الناس كل كانت قراب لبعضها، ثم امبيونس في الحي، الناس كل تعرف بعضها، الناس كل لهي ببعضها زعما بالفاسون الباهيه. واضح. وفي الدنمارك معناتها في رمضان مع العائله تحكي لهم شويه على الذكريات، طيب وتونسي كيفاش بالضبط؟ تحكينا مثلا على شقال الفطر في العائله. طبعا احنا شقال الفطر نتاعنا زايد على تونس تقريبا ساعه. احنا هنا معاك 9:30، خاطر نهار طويل في الدنمارك. قداش من ساعه تصوموا في الدنمارك؟ برشا، ثم 13-14 ساعة. برشا بحكم اللي هي في النار ديما تبدا النهار اطول من السود من الجنوب. ثم مثال احنا النهار بتاعنا يمشي ويتوال. واضح. فهمتي زعما وعندكم في الدنمارك اللي تغيب الشمس وترجع بعد مدة هكا؟ لا هذيك في الفوق هذيك مثل الفوق في النور نتاع فنلندا وكل البلايص هذوك، ولا في النور نتاع النرويج مثل في الصيف ما تظلمش بالكل، تاخذ ضاويه الشمس تغيب، اما الدنيا ضاويه نهار كامل 24/24. وفي الشتاء ثم بلايص تبدا ليل 24/24 مده واضح. من الحاجات اللي طيبوها مثلا في شقال الفطر كما نحن معناتها لهنا في تونس، عندكم معناتها اللي بلان تاعنا نحن، والا فما حاجات اخرين ولا طيبوها؟ انا حاجه ديما ما تغيبش على شقال الفطر هي الشربه والبريك. هذوكم ديما موجودين؟ الشربه والبريك ديما نتفلسفوها بطريقه او اخرى، ندبروا كيفاش البريك ما نعملوا بالبات نتاع المايس هذيك، ولا نتفلسفوا نعملوا البريك، هذا ما عندناش على قليل تلقى ملسوقه حوايج تاع ملسوقه نتاع تونس. كان واحد يهز معاه من تونس والشربه كان يهز معنا شربه افريقي، واحد يهبط لتونس والا تاخذ شربه نورمال نتاع كتاليان. اما شربه والبريك ديهم موجودين على الطاوله. وسيرتو احنا هنا احنا جاليه مش كبيره في الدنمارك، جاليه صغيره، اما شنو عندنا امبيونس باهيه مع بعضنا، مثلا نزوروا بعضنا نمشيو بحذا بعضنا نمشيو ويجيوني ونبدلوا كشغل فيها. الزيارات معناتها مع بعضكم. ثم جو وكل واحد وكيفاش خروا فيها، الغربه هي اللي لمتنا، ثم كل واحد من جهه من تونس، لكن كنا لما يد واحده واحباب واصحابه. داكور. والماكله الاخرى معناتها طيب، مثلا الكسي المقرونه الهريسه التونسيه موجوده مثلا؟ الهريسه موجوده طيب، كسي مقرونه والتمر، التمر هذا الدقله نتاع تونس موجوده تلقاها هنا. واحد ثم عن صاحبنا يعمل شويه مقروضه يفرق علينا بها ساعات. ثم نحاول كيفاش نقربوا الجو
للعادات التونسية. تحاولوا أنكم معناتها بالرغم اللي أنتم شوية معناتها الجالية التونسية الموجودة في الدنمارك، بالرغم اللي أنتم بعاد على تونس، ما كنت تحاولوا أنكم تعيشوه الجو ذايا وكتلموا بعضكم، كل واحد من جهة، كل واحد من منطقة، أنكم تتلموا وتعيشوا جو متاع رمضان. أيوه. أهلا بالنسبة لي أحنا جزء من تونس وتونس جزء منا. نعم، واحد ما نجمش واحد تربع على شيء ذاك وكبر، وثم اللي ناس مازال ما عندهاش برشا كي جات هنا مازال متوحشة أكثر رمضان منا أحنا. أيوه. نخدم. أيوه. ولموا بعضنا. قداش عندك ما عاشش رمضان في تونس؟ ما جيتش لتونس في رمضان؟ أكثر من 10 سنين. 10 سنين؟ ما نجي ولا ما صارتش ما جاتش الفرصه نجي في رمضان. طب السنة كنت نخير نجي في رمضان ولا العيد الكبير، قلت ولا نجي في العيد الكبير وكا. لما هي اختيارات بعد ساعات. صحيح ان شاء الله في السنوات القادمه تعيش رمضان نتاع تونس او منه تقابل العائله، منه تعيش الجو نتاع رمضان في 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 بلادك في تونس. خلينا نخلي لك ديديكاس او كلمه الختام. عاش كنت حاب تسلم سيرتي. ولا انا قلت نبي نسلم على اخويا الصادق ربي يطول في عمره، اختي جميله وكمان ونجيت وكل عائله ان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل. ان شاء الله ربي ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله رمضانكم كفايه. ما عادش برشا في رمضان. ان شاء الله تحيه رمضان مبروكه وعيدكم مبروك، وان شاء الله تونس في خير. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا لك، بارك الله فيك سي لطفي على التفاصيل هذه الكل. يظهر لي وقت اللي نحكيه على التونس في الغربه عندهم حنين كبير للرمضان في تونس. انا عشت مره بحذا خالتي في رمضان، مشيت جمعتين معناها في فرنسا. رمضان صعيب ياسر معناها، ضيوف 9:30 ولا 10 متاع الليل، والمشكله انك تبدا كي تخرج في الكيس معناها ريستورانات محلولين وتشم في الروائح والماكل وكذا. اصعب برشا. نعم، شنو ما تعطش، ما شنو الجوع وشنو المشكله في شقان فتر نتاعهم في الخارج، خاصه في الاوروب معناها ديما تقاوم. عرفتك اللي 9-10 سيمون شقيت فترك، شو مازالك باش ترقد كذا تتسحر في صفيسع معناها ما تتمتعش بالماكل وتقعد تتفرج مسلسلات. فرنسا باغ اكزومبل مش كيما مثلا قال لك في الدنمارك اللي فما جاليه تونسيه قليله ماهوش برشا، فما بلدان اخرى مثلا فنلندا فيها عدد قليل معناتها اصعب. دونك البلاد اللي تلقى فيها ديجا الجاليه اقل يمكن وقتها رمضان يتحس برشا سارة مع ما تمامش برشا تنقص الغربه بتيتر. دونك مش كيما في بلاد عربيه، مش كيما في بلاد اسيويه، مش كيف في فرنسا مثلا. فما في باريس بالذات فما برباس هذاك، تمشي له تلقى الملسوقه، تلقى الجازوز التونسي، الحلو التونسي والتزيري والمغربي وكذا، يعني بالرسمي تحسش روحك في كيما قبل زاد الملسوقه مثلا ما فماش معناتها. هما يعملوا بات في الدار يتعبوا حتى بعد ساعات في نوع اللحم، بعد ساعات صعيب باش تلقى كاس جزار الحلال كذا باش تنجم تاخذ من عنده اللحم الدجاج ولا كذا، يعني يتعرف برشا حاجات. انتم كان نسلموا عليهم برشا التوانسه اللي عايشين برا تونس، الجاليه التونسيه نسلموا عليهم برشا، واحنا ديما نذكرهم لهنا في راديو ميد بالطبيعه، ونحاولوا ديما نسمعوا الاخبار نتاعهم.